عام 1934 وفي مدينة كوكبان ولد محمد حمود الحارثي. وفي مدرسته العلمية تلقى المبادئ الأساسية في اللغة والدين، واشتهر بجمال صوته وجودة ترتيله للقرآن الكريم. لامس الغناء وجدان محمد حمود الحارثي في سنوات صباه التي قضاها بمسقط رأسه كوكبان، حيث كانت الموسيقى طقساً من طقوس الحياة اليومية لدى الأسر الكبيرة، فلقد كانت هذه المدينة مدينة طروب وبيئة وثيقة الصلة بالأغنية اليمنية التراثية، احتفظت مجالسها وأسمارها بأجمل أغاني التراث وبأكثرها حضوراً وشجناً. سقاك يا كوكبان كم حل فيك من جوادي، يهواك كم من كريم فيك الهوى كالنسيم، فيك الهوى كالنعيم، وأنت غاية مرادي، وفيك ظبي الصريم، وفيك ظبي الصريم. كم انجبت ساحتك في الحسن شاعر وشادي، والحارثي في يدي. كوكبان هي أحد الهجرة العلمية التي كانت تضم مجموعة من الأسر ذات الثراء الواسع، وكان فيها علماء. هذا الثراء الواسع وهذا العلماء لم يمنع من أن يكون لهم جانب من الطرب والاهتمام بالغناء. فأصبح كوكبان فيه الفن والشعر موجود في مدينة كوكبان، يسمون منبع الفن، منبع الفن من كوكبان. جفاني بلا سبب، خلي جفاني بلا سبب، حري على ما سبب جفا، حري على ما سبب جفا. أبدالي الصد واحتجب، أبدالي الصد واحتجب، ونقص العيش والحياة، ونقص العيش والحياة. هذا الارتباط بالفن أو الغناء أسهم في أن محمد حارثي كان يسمع بعض تلك الأسطوانات التي كانت تسرب أو تسمع في الخفاء إلى مدينة كوكبان، وكان حارثي يسمعها وظلت في وجدانه إلى أن ترقى في سلم الفن حتى أصبح محمد حمود الحارثي الذي نعرفه. ما كان بيش تعمد تقول إذاعة الذي يشتقي منها، عندما جلب كعب، عندما جاء البيك اب كان الذي مع البيك اب قدو اين انت وين، فعلى ما قلت انه تسمع الاغاني للماس للقعضبي للعنتري، لان كان في عدن عندهم يعني مسموح. تحتكم له سوا كان حكمه هوى فالموحد، لا أمري غالب فالموحد، لا أمري غالب. بالفعل كان يسمعوا
الاسطوانات كانت تاتي من عدن لعليه القوم، يعني ما كانش اي واحد عنده الاسطوانه هذه البيك اب. كنا نسمع الاسطوانات وكان مع قوه الهوايه نسمعها مره مرتين ثلاث مرات الاسطوانه هذه، وخفاء نحفظها زي التسجيل ونصير نجر معنا الطرب. وكان الأغاني حق أبو بكر باشا راحيل والماس والقعضبي والعنتري، هذا الرعيل الأول هذا كله. كان الوالد وبعض زملائه يعني أصحابه يتسمعوا، يروحوا يتسمعوا في يعني أول ما يشوفوا الناس قدوم مخزنين أو سامرين يروحوا تحت الطاقة من الشارع يتسمعوا الغناء. وكان يسترقوا الألحان هذه سرق من السماء يعني، ويصيروا يطبقوها ويحاولوا يطبقوا الأغاني هذه. القصائد موجودة إنما الألحان ما كانت يعني معروفة، فحفظوها من هذا الطريقة يعني. قبل ما ينشا محمد حمود كان بخيرات، كان عبد الكريم بن محمد وحسن عيسى علي بن محمد جملة خبر شباب روعة. هنا كان في كوكبان طرب مع أسره كذا، كلنا سنجره وسمينا عود الوقف. من يشتي يتعلم سنجر العود هذا ويروح لأي جرف. كان الوقت كان عالي، كان الأيام نفسها عالية، رغم كل شيء، رغم الحراف، رغم لكن قلوب الناس ساعة الوردة، سواء وردة بس كل بيضحكوا من الترمذة الذي يضحك ومتاكي وزمرات تجنن لو عرفتوا دين الله لا تقولوا هذا صدق عمر صدق. كان صوته مميز، وكانوا أصحاب الشعر وأدب المدرسين، فحاولوا انهم يستقطبوا الوالد بطريقه ما انه شيء يخزن عندنا، جينا نعلمك القصائد، نعلمك التلاوات، نعلمك وهم لانه كانوا هذيك الايام يعني الفن حرام وما الى ذلك. وكان ما قبل يقولوا ان العود يبدا من الباء ويخرج من الباء. أهل كوكبان أهل المدينة قبل كان يلوي يجتمعوا ملانا الغرفة. أيوة. ومسكوا العود ويمشي العود من الطرف ويلوي على كلهم يعزفوا له. أول ما تعلم بالربابة عن قوله، ما أن احنا قلت لك حضرنا في الموقف هذا ولو بيغني بالربابة ولا ماشي، كانوا متكتم. وهو صوت حالي ويحفظ، كان حفاظة الواقع يحفظ 300 أو 400 قصيدة قريبا. كانوا يعني يستغلوا صوته في بعض الأغاني من أجل يعني القصائد هذه تمشي مع اللحن مع صوته. الوالد يعني أعجب الموضوع، أعجبته الفكرة، وبدأ يسمع إلى الفنان الراحل الله يرحمه أحمد طاهر، كان الوحيد الذي في كوكبان الذي يملك الطربي والذي كان يغني ويحفظ الأغاني والأغاني الصنعانية والكوكبانية. يعني ما بشي، كان أحمد طاهر معه طربي صالح يعني يشتري من واحد يهودي في
في حضرموت عندي في يافا عندي بين واحمد علي طاهر وتعلم عند سعد عبد الله وذا وسرع عدن. كان في احمد طاهر انا حتى اني عرفت كيف اوجل العود، عرفنا العود احكاها الطرب هذا التربي سمعناه، انا سمعت النداء لاني انا كنت اخبط خبيط في الطرب لانه ماش عارف الوزنيه كنت اخبط الله خبيط. فهذاك اليوم جلسنا كذا كذا الاخر المقل جر العود وغنى كان احنا لا في الجنه يعني احنا ما بنسمع من قوه الهوايه. فانا اشتي اعرف كيف الوزنيه كيف افعل عشان اوزن حق العود وحق العود ولا التربي هذا بفتله ما قبش وتر هذه افتله من الكوكر. فخرج الزخلال خرج الحمام قلنا احمد طاهر فزيت الطرب حقه وفعلت ابوه كذا طن 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 الثلاث الاوتار وخزنت هنا في الفكر لما لما خلصنا الجلسه ورحنا لنا وصلت البيت جريت العود هذاك ووزنته لما قلت الدقة التي عرفتها ومسكت الريشة وقلنا هذا اللحن صادت فؤادي بده يمشي. صادت فؤادي بالعيون الملاح وبالخدود زاهرة صباح الصباح كليلة دم كان في عندنا نجار بنجر نجار ممتاز اسمه محمد وهبان بن القذيفي فجاء شافنا ونحن بنتلبش في باقي التربي هذا تعبان ضربه قال هذا ما هذا تعب عليكم هذا مشروع هذا قدو خلاص انتهى عمره صدق فعلا قديم اليوم قلنا فما يقال انا اصلح لكم صور انا من اروع ما يكون وضعك موجود منها دخلت صنعاء اشتريت الاوتار للعود هذا بدل الفتله وركبنا ومنها خلاص جيت الهوايه على طول مسكت العود وانا عمري في 20 واربع سنين انا بدات وانا في 15. الفنان محمد حمود الحارثي احد المغنين الذين تحتفي بهم ذاكره الفن فهو صوت يصدر من الأغنية القديمة عريض الذبذبات شهي الوقع والتأثير وهو امتداد لمجموعة من المغنين الأوائل الذين احترفوا وأجادوا الأغنية التراثية القديمة وقاموا بتوثيقها وتسجيلها في اسطوانات كأمثال إبراهيم الماس والعنتري والقعطبي وعلي أبو بكر بشرحيل وفضل اللحجي نتيجة جهودهم وما قاموا به من حفظ للأغنية القديمة ظلت حاضرة بقوة في ذاكرة الفن حتى الآن. تحديد البداية التاريخية للغناء عموما يبدو صعب. ليش؟ لأن أنت عندك الغناء ظاهرة ملازمة للإنسان منذ أن وجد. المرشح اليمني ظهر مع الدولة الأيوبية لكن طبعا قبل كذا كان في ممالك يعني كان في حضارات
يعني عندك مثلا الحضارة السبائية، في الحضارة السبائية أثبتت النقوش بأن كان هناك موسيقى، وموسيقى راقية جدا وتعزف من قبل النساء، فرق موجودة في نقوش وقرأت هذه النقوش، وكان الدكتور عبد الله محمد بسلم الله يرحمه ركز على لأنه هو آثاري، فأعطى إضاءة هامة جدا في هذا المجال. التاريخ الحقيقي يبدأ للأغنية الحقيقية لكلمات الأغنية من منتصف القرن الثامن في عهد الدولة الرسولية وظهور ابن فليتة، يعني صاحب ديوان الحميني اليمني، وهذا ديوان موجود، وابن فليتة عالم من مؤرخي وكتاب الدولة الرسولية. وبدأ الحميني في تلك الفترة، ظهر المزاح، ظهر يعني عديد من شعراء الأغنية، وواضح أن في هذا الفترة في منتصف الثامن ازدهرت الأغنية اليمنية وازدهر الشعر. ظهر بعد ذلك عبد الرحمن الآنسي وابن أحمد عبد الرحمن، ظهر العنسي في وادي الدور، وظهر أحمد شرف الدين في مبيتات وموشحات يمنية، وفيما بعد أيضا ظهر القومندان في لحج، وظهر أيضا يعني هذا صاحب تهامة الشيخ جابر رزق. في القرن الثالث عشر مع مجيء الدولة الأيوبية ظهر الموشح فين؟ ظهر في زبيد وما حولها من الجنوب، جنوب زبيد. فهناك في طائفة من الوشاحين ظهروا في هذه المنطقة، وكان طبعا حينها زبيد هي عاصمة اليمن، يعني عاصمة الدولة اليمنية. هذا الكلام كم متى؟ في القرن الثالث عشر. رضاك خير من الدنيا وما فيها، وأنت للناس أشهى من أمانيها، ونظرة منك يا سولي ويا معلي أشهى إلي من الدنيا وما فيها. الله يعلم لأن النفس قد تلفت شوقا إليكم، ولكني أمنيها. لكن في هناك من يقول ودراسات أن الموشح الأندلسي آتي من اليمن، قد يكون الكلام دقيق قد يكون مش دقيق، لكن واضح أنه فيه تأثر وتأثير متبادل في المنطقة العربية كلها. استمرت مسيرة الموشح إلى أن أجا الأتراك عموما تفاعلوا مع الموشح، وكان الموشح دور الموشح مش بالدلالة الدينية، لا، الموشح كفورم كصيغة، لأن دحين الناس المشكلة هنا أن يقول لك الموشح هو صيغة دينية، لا، الموشح هو بناء فورم، يمكن أن يكون صيغة دينية أو دنيوية. ولكن الموشح نفسه بعدين انتقل من زبيد وراح إلى تعز في عصر الدولة الرسولية مثلا، مع الأتراك انتقل إلى صنعاء والمرتفعات الجبلية. أن هناك بين حضرموت، لاحق، يافع، صنعاء، هذه مدارس للفن، لكن هذه المدارس كلها وهي في منطقة واحدة نفس الطريقة نجد امتدادها في المنطقة العربية. يعني الموشحات الدينية موجودة، عبد الرحيم البراعي موجود في السودان كما في بلاد الشام كما في مصر كما في اليمن وهو يمني، ففي هذا الترافد بين الموشح، بين المواويل عمال البحار، بين أغاني المرأة، بين كل هذه الجوانب
ففي نهاية المطاف تشكل نسيج عام مشترك، وممكن يكون في استفادة سواء للموشح الأندلسي أو للحميني اليمني، فهذه يرفض بعضها بعض ويفيد بعضها من بعض. نحن أمام بيئة متنوعة متعددة ثرية غنية بالمفردات بالتعابير بالرقصات بالأشكال عديدة جدا للعمل للمناسبات للاحتفالات. كل بيئة لها خصوصيتها في تنمية أخلاق الغناء الصوفي والإنشاد الجميل الهادئ في الشحر مرتبطة في البحر في الوادي الغناء الحضرمي الأصيل والدان الحضرمي في عدن في لحج. هناك في الغناء الصنعاني ثلاث الإيقاعات السارع والدسعة والوسطى، بتلاقي إيقاع البرع المرتبط بالرقص. هناك أشكال مختلفة وألوان مختلفة في الغناء. ربما يكون هذا التقسيم تقسيم اصطناعي أكثر منه حقيقي. أيضا العزلة الذي عاشتها اليمن ومناطق اليمن، يعني مثلا نلاحظ القومندان غني بالدان غنى أهل الوطن، ما علينا من غنى صنع اليمن. كيف تحولت بعض هذه إلى مدارس؟ هذه ارتبطت ربما بأشخاص أو بمجموعة من الأشخاص كان لهم تأثير كبير، ولذلك هذا التداخل والترابط طبعا يحصل. بالتأكيد هناك خصوصيات للحجة للأغنية اليافعية، للحجية أيضا للحضرمية. في صنعاء الأغنية الصنعانية صارت أغنية الطرب والسلطنة ومرتبطة بالمجال سلقات والساعة السليمانية، تبدأ بإيقاع خفيف قصدي إيقاع بطيء ثم يتسارع إلى الذروة بهذا المعنى. على بعد مسافة أخرى هناك في كوكبان، هناك في إيقاع خاص بكوكبان في المنطقة منطقة جبلية، فهذه بادر إلى هذا إلى التمسك بهذا اللون ومحاولة إحياء وغناءه اللي هو الفنان محمد حمود الحارثي. لكن في نهاية المطاف هذا التنوع هذا التعدد في نهاية يصب في قالب واحد هو الأغنية اليمنية والأغنية أيضا العربية بشكل عام. الغناء الصنعاني يعد جزءا من التراث الفني لليمن لأنه يمتاز عن بقية الأغاني بأن له تاريخا يعود به إلى القرن الثامن للهجرة، عندما بدأ الشعراء اليمنيون ينظمون الشعر المعروف في اليمن بالشعر الحميني، ينظمونه في قوالب أشبه ما تكون بقوالب الشعر المصمت والموشحات الأندلسية. الفنان محمد حمود الحارثي يرد اسمه كواحد من المحترفين لهذا اللون الغنائي. الحارثي غنى للكثيرين وقطع شوطا كبيرا في موضوع الأغاني التراثية أو الأغاني الصنعانية. طبعا هو اللون الصنعاني الغالب على محمد حمود الحارثي، لم ربما يعني يفعل أحد مثله مثل الحارثي بالنسبة للغناء الصنعاني.
قد مضى حالك، ما قد مضى حالك، ما قد مضى حالك، وكل من في الوجود انوار بوجه محبوبي الملك، محبوبي الملك، محبوبي الملك. الحارثي ك سمة عامة له أكثر ميزة له أنه يغني الصنعاني اللون الصنعاني بإتقان، هو يتقن الصنعاني ولم يميل إلى أي نوع آخر، حتى المحاولات التي قدمها في غير هذا الجانب لم تكن بالنجاح الذي قدمه. ونعرف طبعا محمد حمد الحارثي غنائه للصنعانيات الشوق عياني، عليك سموني وسمسموني، خلي جفاني بلا سبب، شقيق القمر، كل هذه لما عندما قدمها بشكل نموذجي، بحيث أن لو قلت لك ماذا تحب، ما هي عليك سموني وسمسموني تريد أن تسمعها، أنا بصفة خاصة يعني لن أختار غير الحارثي في تسجيله لعليك سموني وسمسموني. على فكرة هذه القصيدة عليك سموني وسمسموني يجب أن ننظر إليها بعين، وننظر بعين أخرى إلى قصيدة الفقيه مهير اللي هي الناس عليك يا ريم أقلقوني، لأن بينهما تمازج أو تقارب، خاصة في المقطع اللي هي قالوا عشق وعيب من تعشق، قالوا لمح قلبي عليه يحرق، فتجد نفس الكلمات موجودة هنا. وسنسلم بأن أحدهما أخذ من الآخر، لأن لا نتوقع أنه هذا كان بعيداً عن أن يتأثر أحدهما بالآخر فيضع بعض الكلمات أو يأخذ منه. عند نقطة معينة غنى ونسيم الصعر حلق خبر، على فكرة هذه القصيدة هي لابن سناء الملك ومنسوبة أيضا إلى العيدروس شاعر الحضرمي في الجنوب، منسوبة إلى هذا وإلى هذا، وتجدها في ديوان هذا وديوان هذا، أعتقد أنها منسوبة إلى ابن سناء الملك في كتاب المستطرف ذكر ذلك، ابن سناء الملك صاحب الموشحات. الحارثي غناها بس لنكون ننظر بعين أخرى أنه غناها اعتمادا على أغنية أخرى لمحمد عبد الله شرف الدين اللي هي وامكحل عيوني
بالسهر أنت ألبستني ثوب الظنى، وكلاهما على نفس الوزن أو على قول نفس القالب الذي هنا نفس القالب الذي هنا. لكن هي السؤال كيف وصلت القصيدة طوال هذه الفترة وظلت محافظة؟ هو الشاعر من سنة الملك إذا كانت طبعا له أو كانت للعيدروس، المعاني التي فيها هي التي ضمنت لها أن تصمد طوال هذا الوقت. وحتى يقال أن ابن شرف الدين قصيدته معارضة لها، ومكحل عيوني بالسهر يا نسيم السحر هل لك خبر. لا تفترق المقدمة هنا عن هنا، ربما كل واحد من الشاعرين قدم الجزء الذي يستطيع، المنطقة التي يستطيع أن يبدع فيها، وابن شرف الدين له اليد الطولة. الحارثي قدمها بشكل، لكن أنا لو أردت أن أسمعها فسأسمعها من أبي بكر سالم. يا مكحل عيوني بالسهر أنت ألبستني ثوب الظنى، يا مكحل عيوني بالسهر أنت ألبستني ثوب الظنى. قالوا الناس بكرة في سحر فرقتك يا غزال المنحنى. هناك قصيدة أخرى اشتهرت وغنت، يعني غناها أكثر من فنان، وظل الحارثي هو النموذج لهذه القصيدة، قصيدة الشوق عياني لجحاف. وجحاف ليس هو علي عبد الرحمن جحاف شاعر اللهجة التهامية، بل هو يحيى ابن إبراهيم جحاف. طاير على الأشجار وأقول إن ردت وبحى بالأسرار كأنه معبد قد حرك الأوتار، كأنه معبد قد حرك الأوتار. والقصيدة لها مناسبة، كان حدث ما بينهم وبين زوجتي خلاف ومطلقها أو الأدري يعني ذهبت إلى أهلها، وبعدين وبعد فترة يعني حاول أن يستعيد هذه المحبوبة فلم يستطع، فكتب الشوق عياني يا قرة العيان، وغناها الحارثي في المجموعة، أنا أسميها مجموعة الذهبية، اللي هي كان فيها غن الحارثي العود والصحن، مش إيقاع، لا غناها اللي هو على الصحن، ولا غنى فيها عليك سموني خلي جفاني بالأسف وشقيق القمر والشوق أعياني. واللي هو سلطان الحارثي في هذا القصيدة، وكأنه أغلق الباب على القادمين من بعده، فلم يستطع أحد أن يصل إلى المكان الذي وصل إليه الحارثي. هيشت أشجاني يا طائر الأشجان، يا طائر الأشجان الشوق عياني غنوها كثير من الفنانين، واللحن نفس اللحن أعتقد، ولكن النكهة أو الطعم ثاني. الأستاذ محمد حمد الحارثي تميز بها. السيما غناها أيضا، عبد المجيد عبد الله غناها سماها طائر الأشيان، وحذف الجزئية وبدأ من عند يا طائر هيك أشيان يا طائر الأشيان، وأخذت شهرة بسبب الكلمات، لكنه ظلت يعني فترة ثم زالت عن أذهان الناس، لأن الحارثي ظل هو نقول القمة في أداء أغنية الشوق عيان. يا طائر الأشيان thank you.
يبكي إذا غرّج طائر على الأشجار، وأقول مدّان أباح بالأسرار، كأنه معبد قد حرك الأوتار. هيّشت يا سجالي يا طائر يا بروحي من الغيد هيفاك الهلال، حسنها شل روحي وعقلي. هذه أغنية شعبية وغنها كثير من الفنانين. يا بروحي من الغيط هذه صنعانية، الكوكباني ما هي كوكباني يا بروحي من الغيط، غنوها كثير من يعني هي أغنية شائعة شعبية، يعني ما تقدرش تقول إنها صنعانية ولا تعزية ولا أبية ولا كوكبانية، هذه يمنية شعبية من الفلكلور الشعبي. إيقاعها هو اللحن الأساسي، إيقاعها دسعة اللي هي سبعة على ثمانية بالوزن الموسيقي أو 11 على ثمانية. ويا بروحي من الغيد هذه دسعة، وفي غنوها الأوائل الذي هو إبراهيم الماس تقريبا. يا بروحي من الغيد عيفك الإلال، هذا لحن سائب بدون إيقاع، يعني نقول لحن دارج ما مش مضبوط على الإيقاع، ما مش على الزمن معين. وغنوها أيضا بلحن آخر دي. يا بروحي من الغيد هيفا كالهلال كالهلال للبلبلة، هذا إيقاع سارع. الحاضي رحمه الله مدرسة واسعة ولا حتى أنا ما قد لقيت آخره، يعني كل يوم ألقى شيء جديد. اللون الكوكباني والصنعاني هما تقريبا من مدرسة واحدة أو من بيضة واحدة، إنما هذا أحمر وهذا أبيض. فالكوكباني هو نفس الصنعاني، يعني الفرق فقط في الأغنية الكوكبانية أنه الضروب الإيقاعية تختلف عن الضربة الإيقاعية الصنعانية. مثلا الأغنية الكوكبانية الإيقاع حقها يقول دم تك تك دم تك دم تك دم تك، بينما الصنعاني يقول تم تك 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 تم تك تك تم تك 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 تم تك تك، هو نفسه يعني لو جينا الوزن الموسيقي هو تم تك تك تم تك ولا تم تك 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 تم تك تك، نفسه الزمن الموسيقي واحد، انما الفرق في الاداء.
وفيها طريقة الضروب الإيقاعية. أغنية الكوكبانية والأغنية الصنعانية إنها متشابهات، ما بشيء هو نفس الشيء إلا اختلاف لهجات، إلا أن فيها الأغاني اللي يسموها مطولة الأغاني الذهبية. هذا هي ما توجد أول ما بدأت إلا في كوكبة. هو كله متقارب، الذي يغني الصنعاني هو يغني الكوكباني. وأيضا الفرق بين الرقصة الكوكبانية والصنعانية، الفرق في الرقصة. لصوت محمد حمود الحارثي طابع مميز يجتذب الآذان ويصافح الأسماع، وهو طابع يعد نتاجاً لوجود وجودة قصائد غنائية تميزت برقتها وعذوبتها ولغتها البسيطة والمعبرة عن أحاسيس الناس ومشاعرهم. كتبها شاعر غنائي أرستقراطي عاشق. عذب الصوت وافر الحظ من التجديد، ذلك هو الشاعر محمد عبد الله شرف الدين، والذي شكل صوت الفنان الحارثي ثنائية مع قصائده، فكانت من أول روافد تشكيل محمد حمود الحارثي، والتي سنتعرف عليها في حلقة قادمة من ذاكرة الفن عن صوت الجبل الفنان محمد حمود الحارثي.